يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم، شكرا أنكم كلكم هون. اليوم جلسة نادي السينما يعني مختلفة شوي، لأنه ضيفنا جاي من المغرب، وإن شاء الله رح تستمتعوا بجلسة كتير غنية، كتير إن شاء الله. بحب بس بداية باسمي واسمكم أعرف بالدكتور محمد الشويكة. هو كاتب وقاص وباحث في الجماليات البصرية، أستاذ جامعي بالمركز الجوي لمهن التربية والتكوين بمراكش، وهو حاصل على الدكتوراه في الفلسفة. بس بحب أحكي لكم أنه كان عندنا ورشة، وأنا ما قدرت أحصي السي في تبعت الدكتور وخليته لحاله يحكي عن حاله، فهذه نبذة كتير صغيرة. صدر له ما يفوق عن 20 كتابا بين القصة القصيرة إبداعا وتأملا والبحث السينمائي. اشتغل بمجالات الكتابة والترجمة والإنتاج والإخراج التلفزيوني والسينمائي. هو عضو جمعية نقاد السينما في المغرب ومسؤول بمكتبها المسير، صح؟ تمام. عضو الفيدرالية الدولية لنقاد السينما الفبريسي، أحد معدي ومنشطي البرنامج الثقافي التلفزيوني صدى الإبداع، والذي يبث أسبوعيا على القناة المغربية الأولى. إذا حدا مهتم بحب يحضر. شارك في مهرجانات سينمائية وتظاهرات ثقافية داخل المغرب وخارجه، وهو عضو لجان تحكيم أدبية وسينمائية وطنية ودولية. بحب اسمي واسمكم جميعا، رحب بالدكتور محمد الشويكة، والمايك لك. تفضل. شكرا هدى، يعني أمسية سعيدة لكل الحاضرات والحاضرين. أود في البداية أن أجدد دعوة لمؤسسة شومان في شخص هيئتها وفي شخص أيضا الزملاء الأصدقاء فيها الذين اهتموا بالسينما والذين تربطني ببعضهم ذكريات جميلة جدا تعود إلى ما يفوت العقد من الزمن، وفيهم بعض الأشخاص الذين أيضا تعرفت عليهم هنا وتحدثنا كثيرا فيما يخص مجال السينما وأيضا الآمال والآلام المشتركة بين المغرب وبين أيضا الأردن أو الشرق بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة. فيما يتعلق بما سأتحدث عنه اليوم، صراحة كان قد اقترح علي الأخ الأستاذ عدنان مدنات أن نحدد موضوعا لحديثنا، وفكرت كثيرا ولكن قلت في النهاية لما لا نتحدث عن موضوع يعتبر الآن أساسيا في حياتنا اليومية ويهم المتخصص وغير المتخصص ويشمل مختلف مناحي الحياة، وهو حضور طاغي أو الهيمنة الطاغية للصورة في حياتنا. وحاولت أن أتحدث من خلال مجموعة من الأفكار، أنظم مجموعة من الأفكار سأشترك معكم في بعضها بسرعة، ثم نترك الجلسة للنقاش بصفة عامة، لأن موضوع الصورة هو يعني موضوع ذو طابع إشكالي. الكثير منا يتعامل مع الصورة على أساس أنها تقنيات أو غير ذلك، ولكنها تتجاوز ذلك بشكل كبير جدا، خاصة وأن بيئاتها أو البيئات الصادرة عنها تختلف من حيز ثقافي إلى حيز ثقافي آخر، وبالتالي المتحدث عنها أو المعبر بواسطتها أو الذي ينتجها يتأثر بالبيئة الحاضنة لها بصفة عامة. ويعني أود في البداية نتطرح معكم حول مجموعة من الإشكالات التي يمكن أن نجيب عنها في هذه الجلسة، أو لا يمكن أن نجيب عنها بصفة عامة، ولكن تظل رهانات أو تظل يعني أسئلة كبرى مطروحة لدى الجميع بصفة عامة. أولا، ما الصورة؟ هل بالفعل هناك يعني أرضية مشتركة أو تعريف واحد يمكن أن نلجأ إليه لكي نعرف الصورة تعريفا شاملا مانعا، أم أن هناك مداخل يمكن الاستعانة بها للتعرف عليها؟ هل هي نسخة، انعكاس، تشابه، غاية مقصودة، طريقة معينة لوجود الوعي التصويري؟ كيف تختلف عن المفهوم والإشارة والرمز؟ هل ينبغي أن نراها نسخة من الواقع المادي؟ أهي امتداد للإدراك، للحدس الحسي، فكرة، وسيط مساعد، مرحلة من الفكر المجرد، المحرك الأساسي للخيال الإبداعي، أم بالأحرى هي وهم مضلل وعائق أمام التفكير الاستطرادي؟ هل بالفعل
الآن في الزمن الذي نحياه يعني هنا والآن نفكر بالصور، هل الصور تفكر؟ ثم هل مفهوم الصورة الدينية معنى؟ وسؤال صراحة يعني بنوع ما أطروحي، أليس كل شيء صورة؟ أليس كل الأشياء التي تحيط بنا عوالمنا الدينية الفكرية، علاقتنا بأنفسنا بالآخر بالعالم هي صور، سواء انطلقت من صور ملموسة أم من صور متخيلة؟ على أي تناسلت العديد من يعني الآراء والأفكار والمفاهيم والاتجاهات والنظريات والمدارس، فانقسمت حول هذه الأسئلة إلى شقين، شق مع يعني فريق مؤيد لعالم الصورة ولهذه الأسئلة، وفريق آخر مختلف أو معارض إلى درجة يعني التحريم على المستوى الديني أو الامتناع أو غير ذلك. في البداية أود أن أدخل أيضا مداخل لغوية إيتيمولوجية من أجل التأصيل أو من أجل التأتيل للمفهوم. حاول أن نبدأ أولا باللغة العربية على اعتبار أنها مشترك فيما بيننا وتشكل مخيالنا أو تشكل جزءا لا يتجزأ من هويتنا. نعود صراحة أن مادة صورة مادة غنية جدا في المعاجم العربية القديمة والجديدة، مثلا لو رجعنا إلى الفيروزبدي أو رجعنا مثلا إلى لسان العرب لنمنظور أو رجعنا إلى القواميس الحديثة التي أدخلت أو استوعبت كل ما يتعلق بالتقنيات أو غير ذلك، نجد على أن يعني أقل ما يمكن أن نتحدث عنه مثلا صفحتين أو ثلاثة، بمعنى أنها مادة معجمية ثرة وغنية. وهذا يجعل يعني حينما يعني تكون المادة المعجمية غنية ولها تاريخ ضارب في تطور يعني المعجمي، لا بد وأنها مادة تعنى أو تعني المجتمع الناطق بتلك اللغة، وبالتالي في العرب بصفة عامة اهتموا كثيرا بالصورة. ويقال صور الشيء جعل له صورة، رسمه جسمه وجعل له شكلا وصورة، أعطاه شكل وأعطاه صورة. في بعض الأحيان أن الشكل يختلف عن الصورة. ويقال أيضا صور المنظر، أخذ له صورة بآلة التصوير أو رسمه على الورق بالقلم أو الفرشاة. وهنا تداخل فيما بين الفن التصويري يحيل أكثر على الفن التشكيلي خاصة في شقه الصباغي، والرسم يعني الذي يعتمد على أخذ ملامح أو غير ذلك للشيء. يقول صوره أي الشيء أو الشخص، رسمه على الورق أو الحائط يعني بالقلم أو البركار أو الفرجون أو بآلة التصوير. ويقول صوره أي الأمر، أو يعني يقال صوره أي الأمر، وصفه وصفا يكشف عن جزئياته. بعض الأحيان أننا حينما نتحدث عن الصورة، وهذه من المسائل الدقيقة في اللغة العربية، أنها تنتقل من الحديث بصفة كلية عن الصورة إلى التفصيل إلى الجزئيات. وهنا أيضا يمكن أن نفهمها من خلال يعني فن الرسم، فن الرسم فهو يهتم بالتفاصيل. وسنأتي فيما بعد ونجد على أن أيضا الصورة السينمائية أو كذا، أو الصورة في الإشهار أو الصورة يعني المتحركة بصفة عامة، تهتم كثيرا بضبط التفاصيل وبالجزئيات. وصور مستندا، استخرج نسخة منه، بمعنى أن الصورة هنا رديف للنسخة. لكن الإشكال الذي يمكن أن يطرح، هل النسخة دائما تكون وفية لما ترسمه أم أنها مجرد وهم سيمولاكر في النهاية؟ ونقول صور الشخصية مثلها. هذا ما حاولت أن أختصره من المواد التي قرأت في كذا لكي نصل إلى مفهوم الصورة، ولكي يعني نصل إلى بعض جزئياتها أو تفاصيلها، وتلاحظون بأنها تختلف من سياق إلى سياق، وتختلف من تصوير الأشياء إلى تصوير الأشخاص إلى تصوير الأفكار إلى غير ذلك. وبالتالي في اللغة العربية هنا يعني تقدم لنا مادة ذات طابع مهم وذات طابع أيضا إشكالي، يمكن أن يوحي على مجموعة من يعني من التساؤلات المتعلقة بالصورة في يعني بمفهومها المعاصر. في اللاتينية يعود أصل كلمة إيماج، لأن ده هو الأصل، إلى اللفظة اللاتينية إيماجينيم،
التي تشتق بدورها من إيماغو، وتعني باختصار التمثل representation، بمعنى أننا حينما مثلا نشاهد مثلا أو نرى أو ندرك صورة معينة فنحن نتمثلها، وهذا التمثل قد لا يصل إلى شيء. مثلا أنا أراكم، أراكم بطريقة مباشرة، ولكن الخلف بالداخل هذه أشياء أخرى، قد يحدث للشخص تمثل معين عن 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 الصورة التي أمامه. فما بالك بمعنى هنا أن التمثل يمكن في بعض الأحيان أن يقدم انطلاقا مما هو مجسد صورة ذهنية، معنى هذه العملية التي نقوم بها من الشيء المرئي المجسد العيني الفيزيقي إلى التمثل الذهني. هذه العملية ربما قد نتفق عليها فيما يتعلق بالحديث عن الصورة، ولكن قد تتعقد يعني المسألة حينما يتعلق الموضوع أو الأمر بمعنى معين لا وجود له في الواقع، وخاصة الأشياء التي نعيش بها أو المصطلحات الكبيرة التي تحيا معنا ونستمد منها يعني فهما كبيرا لوجودنا، يعني خاصة إذا تعلق مثلا الأمر بالمفردات الميتافيزيقية أو المفردات التي تتعلق بالحب بالكراهية بالوعي بالإدراك إلى غير ذلك من العمليات الدينية المعقدة. وتعني أيضا التقليد، وهذه مسألة أيضا مشتركة فيما بين اللغة العربية واللغة الفرنسية في أصولها اللاتينية، أيضا نفس العملية بالنسبة للتمثل. وتعني أيضا الصورة بمعنى البورتري كما هو الحال في التماثيل واللوحات الفنية، بالتالي نجد بأن هناك جسور ممتدة فيما بين فهم أو احتواء اللغة العربية اللي مفهوم الصورة واحتواء أيضا اللغة اللاتينية، ومنها طبعا حينما نقول اللاتينية ما يعني اللغات القريبة منها كالفرنسية والإسبانية وغير ذلك منها. وتعني أيضا، وهذا هو الانتقال الذي سبق وأن أوضحته يعني فيما قبل، التمثل الفكري والاستدعاء والاستحضار والرؤية والحلم، وهذه مجالات كبيرة للصور، بمعنى أننا حينما نحلم ونتحدث عن صورة معينة بأي معنى نتحدث عن هذه الصورة، لأن هناك عملية استحضار، استحضار هنا السين والتاء في اللغة العربية للطلب، بمعنى استدعاء شيء ما مرة أثناء لحظة معينة، حينما نتحدث عن الحلم فهو يقع في اللاوعي بالنسبة لنظرية التحليل النفسي. ومن هنا نلاحظ بأن مفهوم الصورة يعني يمكن أن يتعدد وأن يتفرع وأن تشتغل عليه علوم كثيرة جدا كالرياضيات والمنطق والعلوم الإنسانية بصفة عامة والطب ومجالات مختلفة كثيرة، منها أيضا يعني الفنون. وبالتالي هذا الطابع الإشكالي للصورة يعني جعل الكثير من التيارات الفلسفية يعني تحاول أن ترصده أو تحاول أن تلملم شتاته لكي تفهمهم. وهنا أريد أن أشير بسرعة كبيرة جدا إلى ما، خاصة أن الكتب مترجمة إلى اللغة العربية، إلى المنجز الكبير جدا والهام للفيلسوف الفرنسي جيل دولوز، وأيضا الكتاب الهام لريجيس دوبري أيضا باحث فيما يتعلق بمجال الصورة والميديولوجيا وأيضا فيلسوف في كتابه حياة وموت الصورة، وهو أيضا مترجم باللغة الفرنسية يعني باللغة العربية ومتاح جدا ويشكل مرجعا أساسيا فيما يتعلق بما سيأتي بعده. بالنسبة أبدأ أولا بما يعني انتهى إليه ريجيس دوبري فيما يتعلق بحصره للصورة انطلاقا مما تفرع لدينا من تعريفات سواء في اللغة العربية أو اللاتينية، ولن قسمها إلى ثلاث أقسام كبرى، قسمها يعني تقسيما ثقافيا يعود إلى المرجعيات الكبرى لها. أولا بدأ من الأصول الأولى إلى العصور الوسطى، وقد رصد يعني تقاليد الشفهية المحيطة بالصورة أو التصورات، وسماها فيما سماه لوغوسفير. اللوغو هو اللوغو يعني المتعلق بما نسميه، من الترجمة هنا صراحة غير إلى اللغة العربية، يمكن أن نشير إلى العلامة، يمكن أن نشير إلى الصورة، يمكن أن نشير إلى
إلى الإشارة يمكن أن نسير، ولكن اللوغو مثلا هو الأيقونة التي تجعلنا قد نصل مثلا إلى العلامة الدالة على بنك مثلا أو على مدرسة أو كذا، دون أن تكون معها الكتابة أو قد تكون الكتابة جزءا منها. وبالتالي هنا يعني هذه الصورة أو هذه المرحلة بالنسبة لريجيس دوبري تحدث فيها عن ظهور التماثيل أو التمثال والأيقونة، فيما يعني خاصنا هنا يعني تحدث عن ايدول عند ايكون، يعني هنا احنا نتحدث عن الايدول، تاتينا الى اذهاننا الاوتان، تاتي الى اذهاننا ايضا الاصنام، وتاتي ايضا الى اذهاننا الرسيمات المصغره للانسان والحيوان الى غير ذلك. المهم ان الانسان في هذه اللحظه مر الى مرحله اختراع او ابتداع مجموعه من يعني الايدولات او مجموعه من التماثيل لكي يعبر. هذه كانت مرحله بالنسبه يعني يمكن ان نتحدث عنها انطلاقا مما عثر عليه الانسان في المغارات الكبيره، يمكن ما ابدعته الحضارات الكبيره السومريه الفرعونيه الى غير ذلك، بعدها يعني الحضارات يعني خاصه هذه الحضارات الاولى التي يعني ادخلت الصور الى مجال التعبير. المرحله الثانيه بدات من عصر النهضه الى خمسينيات القرن المنصرم الى حدود 1950، هذا هو التحقيب الذي وضعها، وتخص العهد الميكانيكي او ما سماه ريجيس دوبري غافوسفير، غافو غراف تو غراف معنى نقاشه بهذا المعنى، وسفير دائما في سفير في اللغه اللاتينيه بصفه عامه تعني المجال، تعني الحيز، تعني الـ 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 يعني الفضاء الى غير ذلك، ليس الفضاء بمعناه الفلكي، ولكن يعني مثلا هذه الباحه التي نحن فيها هي سفير بمعنى مجال معين فيه الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتمايز على بعضها أو يمكن أن تكون مندمجة فيما بعدها. وهنا تحدث عن يعني ما يخص المنتوج الفني، بمعنى هنا بالفعل يمكن الحديث عن بروز فكرة الفن، يعني الفن أو التصوير بالفنون. بدأت الرسوم، بدأت أيضا يعني التصويرات، بدأت أيضا النقوش، بدأت الكثير من الأشياء، ولكن بطابع ميكانيكي، يعني بدأ الإنسان يدخل إلى عملية الإنتاج الواعي للصورة. والمرحلة الثالثة والأخيرة من ستينات القرن الماضي إلى الآن، يعني الآن إلى حدود تأليف هذا الكتاب تقريبا في بداية التسعينات، عن حياة وموت الصورة، وسماها يعني تحدث فيها عن العهد الإلكتروني أو الفيديو سفير، واضحة فيديو وصفار، بمعنى ظهور الفيديو. ونحن نتحدث عن الفيديو الصورة المتحركة بواسطة آليات وتقنيات يعني جديدة أو مخترعة. وهنا ببساطة يعني تحدث عن مجال السمعي البصر، هناك ثلاث مراحل كبرى ظهرت في حيزها الصورة أو انتعشت في حيزها الصورة. ويعني إذا ما لاحظنا بالنسبة لهذه النظرية، لأن الكتاب صراحة ضخم ومهم وفيه تفصيلات وفيه دقائق إلى غير ذلك، هو جدير بالقراءة كما قلت لكم، مترجم ترجمة عربية يعني جيدة جدا طرف أحد الباحثين المتخصصين في مجال السمع البصري وفي مجال الصورة، يعني فريد الزاهي، هو أيضا موجود على النت للتحميل المجاني إلى غير ذلك. دونك يعني إذا ما لاحظنا هنا أن ريجيس دوبري تحدث لنا عن الصورة في ربطها بالتطور الثقافي عبر التاريخ، هناك جرعات، هناك انتقالات، هناك تموجات، هناك حركة صاعدة وهابطة إلى غير ذلك، ونفهم من خلالها على أن الجامع بينها هو الصورة الذهنية أو المتعلق بالديني، ويظل بطبيعة الحال التقني أو يعني الأشياء المتعلقة بالصناعة تظل في إطار يعني يساير ما يريد الإنسان أن يصل إليه بتعبير عن طريق الصورة. الجانب النظري الآخر وهو جيل دولوز، خاصة وأن لجيل دولوز كتابين هامين جدا، ولكن كانت لديه يعني كانت لديه قبل ذلك إرهاصات كبيرة جدا في كتابته حول الصورة. يعني التقليد الفرنسي كانت له تقريبا فكرة موسعة على الاستتيقة عكس التقاليد الفلسفية في مجالات أخرى أو في ثقافات أخرى، كانت الاستتيقة لا تختصر فقط عن مفهوم الجميل يعني بالطريقة الكلاسيكية ومفهوم الحسن إلى غير ذلك ومفهوم الأجمل، بل تحدثوا أو أدخلوا التعبيرات الجديدة
في مجال الجماليات وأخص منها السينما. وكان دائما الفلاسفة يعني منذ ميرلو بونتي، بل قبل ذلك منذ بيرغسون حينما أراد حل مسألة الزمان والديمومة إلى غير ذلك، لجأ إلى السينما لكي يفهم عن طريق آلية المونتاج كيف تعبر السينما عن قضايا زمنية كبيرة جدا، لأن الفيلسوف والفلسفة خاضت كبير مش ما يتعلق بالزمن، ولكن السينما تحاول في ظرف ساعة ونصف أن تختصر لك يعني مدة زمنية كبيرة جدا. وبتاينا نتحدث عن تصوير الفكرة، ضغط الفكرة، يعني إقصاء بعض المراحل التي يمكن أن تكون ثقيلة لدى الشخص الذي يكتب، ولكن قد تكفي انتقالات سريعة ومتوالية عن طريق حركة المونتاج والتصوير واللعب بمستوى يعني الصورة لكي يوصل إليك الفكرة. وفي بعض الأحيان قد نصور هذه المسألة في 20 ثانية، نقسم إلى 3 لقطات أو غير ذلك، أو مشهد واحد وقد نعبر عن هذه المسألة. دونك الكتابان اللذاني أود أن أتحدث عنهما هما أيضا مترجمان إلى اللغة العربية. الترجمة الأولى كانت صادرة عن المجلس القومي للسينما بسوريا، والترجمة الثانية هي أحسن وأعمق وأكثر دقة، التي صدرت عن المنظمة العربية للترجمة، وهي أيضا في جزئين، وأيضا تحت الكتاب الأول في جزئين. وهناك يعني محاولات أخرى لترجمات بعض الأفكار منه أو مقالات منه يعني هنا وهناك، ولكن يعني لمن أراد أن يقرأ الكتاب يعني الترجمة التي قدمت والتي نشرتها الهيئة يعني العربية للترجمة أهم جدا، لأن الترجمة الأولى هي محاولة جادة ومهمة جدا، ولكن دقة المفهوم كانت فيها صعبة جدا، لأن فيها مفاهيم تقنية ومعقدة، والذي يريد أن يترجم مثل هذه الكتابات يجب عليه يعني الإلمام ليس باللغة الفرنسية في حسب، ولكن اللغة أو المصطلحات التقنية الخاصة بها، ثم يجب أن تكون لديه خلفية فلسفية فيما يتعلق يعني بتطور الفكر بصفة عامة حول الصورة وفكر الصورة والأيقونات داخل الثقافة الغربية. لأن حتى كتاب ريجيس دوبري أيضا تحدث عن تطور الصورة في الثقافة الغربية ليس في الثقافة الشرقية، إن المجال يختلف طبعا. يعني على أيين يعني بالنسبة لجيل دولوز هناك يعني كتاب سينما يعني السينما الأول، سينما الحركة، وسينما جوج، سينما الصورة، تقريبا هي التي لخصت بصفة عامة نظرية جيل دولوز. أيضا قسمه أو يمكن أن نتحدث عن مفهومه للصورة بصفة عامة من زاويتين يعني مختلفتين، ولكنهما أيضا يعززان الفكرة التي يعني ذهبنا إليها في يعني في الأول مع ريجيس دوبري. السينما يعني أولا الصورة أو نوع الصورة الأولى لخصها في مفهومه للسينما الواقعية التي قسمها بدورها إلى 3 أنماط. في الصورة الحركة دائما يعني هنا يجب أن تحضر في أذهاننا الصورة المتحركة وليست الصورة الثابتة معنى، وتحدث فيها يعني في هذا النوع الذي يتشكل من خلال الحركة ومن خلال أيضا ومن خلال العاطفة. دونك السينما الواقعية قسمها جيل دولوز إلى الإدراك والحركة والعاطفة. والقسم الكبير الثاني تحدث فيه عن السينما، ولكن أيضا هناك ترجم الكلمة ناتوراليست في الفرنسية قد تحيل مباشرة إلى الطبيعي، ولكن هو يقصد بها صور ذات الإيحاءات التي لها علاقة بما هو عادي في حياة الإنسان وبما هو واقعي، ويمكن أن تكون الطبيعة بمعناها الخام جزءا لا يتجزأ منها، أو يمكن أن تكون أيضا يعني في تفاعلها مع ما هو واقعي. وقد سماها بالصور التي تدفع الإنسان نحو يعني تحريك نزواته وعواطفه وميولاته وأهوائه إلى غير ذلك، قصد يعني إثارة ما يسمى أو ما سماه جيل دولوز بالصورة الذهنية. وأشار هنا بالضبط وركز كثيرا على تجربة ألفريد هيتشكوك الدرجة الأولى لفهم هذا المستوى الثاني من الصورة. دونك بطبيعة الحال هناك دراسات مكملة منها منجزات رولون بارت، منها منجزات يعني فالتر بنيامين إلى غير ذلك، لا أريد الإطالة على إن هذا تعطير نظري عام على الأقل يحل لدينا مشكلة
هذا الذهاب والإياب نحو الصورة كمفهوم ذهني والصورة كواقع بمختلف التسميات ومختلف التمرحلات. من هنا انتقل القسم الثاني وأريد أن أمر بسرعة إلى مجموعة من الصور التي نعيش وسطها، بعضها نفهمه وبعضها لا نفهمه، ويتعلق أولا يمكن حصرها في مجموعة من الصور 5 أو 6 أنواع. الصورة التي تعتمد على النقط ماتريسيال إيمج، بمعنى وهي كثيرة جدا وتغزو حياتنا بشكل كبير، ومثلا للذين يشتغلون على البرامج التي تقلب الصورة أو تريد تصغير الصورة أو تحول الصورة مثلا، فنجد في بعض الأحيان يعني صور يعني يشار إليها بثلاث حروف أو 4 حروف جي بي أو جي مثلا، تنطق جبيغ مثلا، بي إن جي مثلا، جيف جي آي إف، بي إم بي مثلا، وتيف. هذه الصور نستعملها بكثرة على حواسبنا، ولكنها هي صور تعود إلى مسألة أساسية وهي النقط أو البيكسل، تكون مجموعة بيكسل يعني بيكسلات، والبيكسل هو المرجع الأول لفهم الصورة، نقطة الضوء التي حينما نكبر الصورة نجد في بعض الأحيان التي تكون مجموعة نقط. هذه هي الأغلب والتي نتواصل بها والتي تغزو حياتنا المهنية وحياتنا العامة. وهناك الصورة المتجهة فيكتوريال، عكس الصور النقطية تماما، ولكننا نستعملها بشكل كبير جدا، على الأشهر منها والصيغ الرياضية الموجودة مثلا في الأشكال الهندسية كالخطوط والمنحنيات والرسومات البيانية إلى غير ذلك. وهناك الصورة ثلاثية الأبعاد، والصورة ثلاثية الأبعاد تستعمل يعني بشكل كبير جدا، لأن يعني لديها برامج خاصة من حيث النمذجة والعرض أيضا، فلو أردنا أن نعرض صورة ذات أبعاد ثلاثية بطريقة العرض لا يتناسب مع العرض الذي صنعت بموجب هذه الصورة، فيمكن أن تعطينا فقط بعدا واحدا ويغيب عنا البعد الآخر، وبالتالي هنا كما صنعت فأيضا يجب أن يتم عرضها بصفة عامة، ويتم استخدامها في مجالات كثيرة منها السينما، ألعاب الفيديو، الهندسة المعمارية، التصميم الصناعي إلى غير ذلك، وأشهرها FBX STL وOBJ. وهناك صور شهيرة جدا قد تأتيكم عادية جدا، ولكن تماما صناعتها والتقاطها والعمل بها يختلف تماما، وهي الصور التي تأتينا عن طريق الأقمار الاصطناعية، هذه تصنف كصور مستقلة من حيث التنميط أو الاشتغال على الصورة ومن حيث التيبوغرافيا بصفة عامة للصورة، وهي يعني يتم استخدامها في تطبيقات كثيرة، رسم الخرائط، علم البيئة، الزراعة، الأرصاد الجوية، يعني تحليل فلكي إلى غير ذلك من هذه المجالات. وهناك صورة يعني صورة تكلف غاليا، وهي الصورة التي تستعمل في مجال الطبي، معنا الدكتور رضوان يعرف هذه المسألة بشكل كبير جدا، ميديكال إيمج، هي مستخدمة في مجال الطب لتشخيص ومراقبة المرضى، تشمل عمليات المسح مثل الأشعة السينية التي نعرفها بشكل كبير، الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية مثلا التصوير المقطعي يعني المحوسب أو النيميريزي، والموجات فوق الصوتية، هي منتشرة بشكل كبير، ولكن صناعتها وتصويرها يعني والاشتغال عليها يتطلب أطرا يعني ذات كفاءات عالية، وأيضا مهارات تدخل في صناعتها، مهارات كبيرة جدا، من أجل أن ما يعني مثلا سكانير أو كذا الذي يعني أو ليريم مثلا الذي ندخل بداخله ويحاول أن يأخذ يعني صور داخله، في بعض الأحيان تستغرق عملية الحسب يعني الحساب أو غير ذلك وقتا كبيرا جدا وطلبوا يعني وقتا طويلا جدا. ثم هناك تيرميك إيماج، يعني الصور الحرارية، أنا من الذين يدرسون بالفرنسية ودرسوا بالفرنسية أكثر، فلذلك ترجمة إنجليزية هي ترجمة في بعض الأحيان قد يعني فقط من أجل تقريب المصطلح. هذه الصور الحرارية تسمى أيضا صور الأشعة تحت الحمراء، تستخدم في مجال الكاميرات الحرارية بصفة عامة، تسجل الأشعة الحمراء المنبعثة من الأجسام، وتستوف أكثر استعمالها شيوعا وما يلتقطه حولها الناس هو مثلا في مجالات الحرب وخاصة في الليل إلى غير ذلك، يعني مشهورة جدا.
الجانب الآخر الصورة الافتراضية، هذه التي أصبحنا يعني نسميها صور الواقعية المفرطة، لأنها يعني تشتغل على تمثيلات مرئية مفصلة، يعني تحاول تقليد الواقع بأمانة، ومجالها تطور بشكل كبير مع يعني ظهور الفضاء الافتراضي النت وغير ذلك. وهناك يعني ما يهمنا أكثر وبشكل كبير جدا والصورة الفنية أو المجردة، وتستخدم في مجالات كثيرة جدا، السياقات الفنية والزخرفية، مجال كمجال الفيديو ومجال السينما بصفة عامة. وبالتالي كل هذه الصور التي حاولت أن أقدمها عبارة عن 7 لها خصائصها واستخداماتها، وتحتاج يعني يحتاج تنسيقها إلى ملفات تقنية أو برامج تقنية خاصة، وتحتاج أيضا إلى يعني هاردوير بمعنى عتاد تقني كبير جدا، وتحتاج إلى فنيين كبيرين، وتختلف العملية من شخص إلى شخص. مثلا في السينما فنجد على أن هناك يعني قطاع خاص يعنى بالتصوير داخل البلاتو، على رأسه يعني مدير التصوير، وبعد ذلك يأتي كل ما يساعده على المستوى المهن الأخرى المرتبطة بذلك. أود أن لأن يعني تطلب مني أخت هدى أن أنهي في 5 دقائق، أن أنتقل إلى القسم في لو كنا يعني نذهب إلى البريك وبعد ذلك نأتي إلى النقاش. أظن لا، الجمهور لا يحتاج إلى بريك. تعملوا بريك يعني بريك، يلا أوكي. نعم، يعني بما أن الحديث الآن يتم عن خصوصية بأننا في جلسة تعنى بنادي سينمائي إلى غير ذلك، أود أن أعطي بعض الأفكار فيما يتعلق بالصورة السينمائية. وكان أول كتاب صدر لي هو الصورة السينمائية التقنية والقراءة، بمعنى لا يمكن أن ألخص ما ذكر في كتاب أو في يعني مجموعة من الكتابات في مدة وجيزة، ولكن سأعطي بعض الخصوصيات المميزة للصورة السينمائية. أهمها الحركة والزمنية، أن الصورة السينمائية هي ذات طابع حركي، وأيضا تشتغل على مقولة يعني الزمن بكل تفاصيله، خاصة الزمن سواء تحدثنا عنه بمعناه الماضي أو الحاضر أو المستقبل، سيونس فيكسيون إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يعني العملية معقدة جدا. مسألة التأطير والتركيب، التأطير يعني هو حينما يريد الشخص أن يلتقط يعني فضاء معين أو ذلك، الطريقة التي سيحصر بها ما نشاهده على الشاشة، الإطار في يعني في السينما وما يظهر للمشاهد على الشاشة، ولكن كيف ركب؟ هناك فن قائم الذات يسمى بفن التركيب. لماذا نضع مثلا هذا الشيء هنا؟ لماذا نضعه في الخلف؟ يعني مثلا مخرج السينما إذا أراد أن يصور هذه الجلسة ربما قد يغير كل أشياء من حولنا، وقد يطلب الأمر إعداد لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة، هذه في النهايات قبل طبيعة الحال الفريق يأتي من قبل ويشتغل لمدة ساعة أو ساعة ونصف بحسب تعقد اللقطة إلى غير ذلك. دونك فالتأطير والتركيب يعني مسألتان تميزان لحساسية المخرج، وتميزان أيضا لدقته في التعبير بالظل وبالظلام وبأيضا الإنارة. ثم تأتي عملية المونتاج. المونتاج أو الفن السينمائي هو فن المونتاج بامتياز، لأن فن المونتاج هو عملية انتقال ذهنية أو كتابة ثالثة على مستوى الإخراج، لو كتابة سيناريو يعني إخراج تصوير على أرض الواقع، ثم هناك يعني توضيب في النهاية، وهذه العملية فيها نظريات إلى غير ذلك من إنزينشتاين إلى اليوم، وتغيرت أيضا بشكل كبير جدا. ثم الإضاءة، السينما في بعض الأحيان لا تكتفي بالإضاءة الموجودة في الواقع، تصنع إضاءتها الخاصة، وأيضا لكل مشهد لكل حالة لكل فيلم درجته الحرارية. وفي بعض الأحيان أنه حينما نشاهد بأن المخرج لا يضبط هذه العملية، فبالتالي حساسية الفيلم أو جزء أو ذوقه أو الجمالية تتأثر بشكل كبير، أو نقول عنه بصفة عامة أنه يحتاج إلى يعني تعميق قدراته على مستوى التعبير بواسطة يعني السينما. أيضا الصوت، أنا نبغي نجيها من الأخر، يعني كما تنقولوا في المغرب نجيو من الأخر، السينما تصنع صمتها. الصمت في السينما ليس صمتا، بل هو تسجيل للصمت. والآن أصبح الكثير من المخرجين يعطون نفس يعني الأهمية للصوت أكثر أو بالموازاة كما يعطوه للصورة، بمعنى أن هناك اشتغال يعني عن أثناء التصوير وأثناء المونتاج
وهناك مزج، وقد يضطر المخرج إلى مهندس تصوير أو أكثر من مهندس تصوير إلى إبداع أو ابتكار أصوات ملائمة للتأثير في البعد الدرامي، ويعني بغض النظر عن الموسيقى، هذه الأصوات المواكبة ما نسميه بال يعني الجو العام للفيلم، الجو يعني في بعض الأحيان حينما ندخل مثلا إلى مشهد فيه شتاء نحس بأنفسنا وكأننا بالفعل قد تعرضنا للبلل. لماذا؟ لأن هناك تأثير بالصوت، لأن بالفعل هناك يعني حينما يعني ندخل إلى دهليز أو كذا نحس وكأننا نحن الذين نمشي نتحسس الأرض تعطينا، وبالتالي هناك تطورت تقنية الصوت بشكل مذهل جدا. وهناك أيضا يعني من بين الخصوصيات السرد المرئي، السينما أيضا تتفوق على الفنون الأخرى من حيث ضبطها للتعبير حتى عن دواخل الإنسان، حتى عن لا مرئي، بتقديم سردية مؤثرة ومعبرة على الشاشة. وهذه السردية تدفعنا إلى يعني خاصية أخرى من خاصية يعني الصورة السينمائية، وهي الانغماس والفرجة. حينما يأخذنا الفيلم فهو يعزلنا عن أنفسنا، في بعض الأحيان نحس بأننا قد سجننا، قد دخلنا الفيلم، قد أصبحنا جزءا منه. وفي بعض الأحيان حينما تحس بأن شيئا، نتذكر يعني وأنا طفل صغير وقد أتيت إلى يعني أول مرة ذهبت إلى الشاشة الكبيرة، من لأن بدأت علاقتي بالسينما من خلال الشاشة الصغيرة. وحينما ذهبت الأول كان يعني كان فيلم هندي، وحينما كانت يعني وقع لما وقع أيضا يعني في اللحظات الأولى، حينما يعني كان أنا ذاك الفيلم عنيف وتم يعني ضرب البطل والدم انفجر، فأحسست يعني عملت بهذه الطريقة وكأن الدم يريد أن يخرج، بمعنى أنني أخذت ذهبت يعني انشديت إلى هذا الجانب. النقطة الأخيرة في هذا المجال هو أن الصورة السينمائية ليست كغيرها من الصور، لأنها تقبل التأويل من كل متفرج، وهذه المسألة لا يشتغل عليها الإشهار. الإشهار يريد منا أن نفهم ما يريد أن يوصله، وفي بعض الأحيان حتى التلفزيون، ولكن السينما تلعب على الجانب المتعلق بترك مسافة كبيرة جدا من خلال كل هذه العناصر يعني التأويل. أقف هنا، بقي سؤالين كبيرين جدا، معنى أن نعيش عصر الصورة وعاصفة الصور من خلال وجهة النظر. نعمل البريك وبعدين نعود نقاش، وفي سياق النقاش يمكن أن أتحدث عن هذه المسألة. شكرا على انتباهكم. مساء الخير من جديد. دونك بعد حديثي الدسمة، عارف أنه تحدثت كثيرا في مجال النظريات ومفاهيم نوعا ما معقدة، الجمهور مختلف إلى غير ذلك، في بعض الأحيان نحتاج إلى مثل هذا الحديث، ربما قد يدفع فضولنا نحو البحث أكثر، نحو الانتباه إلى الصورة بصفة عامة، القضايا التي تطرح، خاصة أن نحن مجتمعات استهلاكية أكثر للصورة، في حين أن الجامعات مثلا في العالم المضاد لنا أو في العالم الآخر الغربي بصفة عامة، وحتى بعض المجتمعات الشرقية كالصين واليابان إلى غير ذلك جامعاتها عددت البحث في مجال الصورة. هناك جامعات تجد فيها مثلا التواصل، جامعات تجد فيها ستاديز سينماتوغرافيك مثلا، تجد فيها الميديولوجيا أساسيات ويقرأها كل الطلاب، لا تقتصر فقط على المتخصصين، التواصل يقرأه كل المتخصصين ومن بينها التواصل بالصورة إلى غير ذلك. على أيين أود أن أستمع إليكم حول ما يعني قدمته من أفكار، وأيضا حول بعض الأسئلة التي يمكن أن تثير فضولنا بشكل عام حول الصورة. ما موقعنا اليوم مثلا في زمن القصف عبر الصورة، أو هناك من يسميها بصدمة الصورة اليوم، يعني هل نحن بالفعل أحرار داخل هذا العالم الذي يعني يتم تقديمه بهذا الشكل، عالم يمر من خلال أيقونات؟ مساء الخير وشكرا لك دكتور ولجميع الموجودين ومؤسسة عبد الحميد شومان. دكتور، احنا في زمن ثورة، في بداية الصورة لما كانت الأبيض وأسود كان في خوف من دخول الألوان، وفي بعضهم كان يعاند دخول الألوان،
وأيضا عندما دخل الصوت كان يوجد بعض المعادين لدخول الصوت، منهم تشارلي تشابلن لما كان عم بيعاند أنه تدخل الصوت لأنه سيؤثر. في الوقت الحالي نحن في عصر الذكاء الاصطناعي الـ AI، وأصبحت الصورة التي قد نجدها حقيقية ولكن نكتشف أنها صورة وهمية. ما رأيك بثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على فلسفة الصورة والمعنى الجمالي للصورة؟ شكرا على هذا السؤال. أيضا كان يمكن أن يكون يعني موضوع محاضرة مستقلة، ولكن لابد وأن نقول اليوم بأن الصورة تجاوزت حدودها يعني المعرفية وتجاوزت حدودها الفنية إلى إنتاج مجموعة من الظواهر. أولا أن لها الذراع الطويلة للعولمة، فالعالم تحول إلى صورة من أجل أن يزيل الثقافات المحلية ويقضي على الثقافات المحلية ويقدم من خلالها صورة معولمة عبارة عن لغوات، يعني عبارة عن صور دون كلام. فمعنى أن الصورة الآن، هناك من المتشائمين أو المعارضين للصور الذين يقول بأنها ستزيح الكلمة، سيصبح الإنسان داخل عالم متلاطم من الصور. فيما يتعلق أيضا بالجانب الآخر وهو الذراع الثاني أو الجانب الثاني من هذه العولمة هو الرقمنة، أنه الآن كل واحد منا يحمل شاشة كبيرة أو صغيرة أو أكثر من شاشة، بالتالي أصبحنا نعيش من خلال الشاشة ونتمثل أنفسنا من خلال الشاشة. والمسألة الأخرى أن داخل حينما مهدت العولمة لإنسان صورة أو لإدخال الإنسان إلى صورة خارج نطاق الفرجة، نتحدث أن تختار الذهاب إلى فيلم من محض يعني من تلقاء ذاتك، ولا العالم المدينة الآن كلها شاشات، دونك هنا بدأت تلعب أو تتلاعب بالمعلومة أولا، وبدأت تظهر الفيك نيوز يعني المغلوطة، وبدأ يتم تمرير العواطف والتلاعب بالعواطف لدى الإنسان، بالتالي وصلنا إلى ما نحن يعني عليه الآن، فقدان يعني العلاقة بالحياة. أصبحنا اليوم نطبع مع مجموعة من الأشياء التي كنا نخاف رؤيتها من قبل، العنف، الدم، القتل، قبول أشياء لم نكن نقبل بها إلى غير ذلك. دونك هنا ما يذكيها اليوم هو استخدام الصورة داخل مجالات كثيرة جدا من التعليم. بالتالي هنا يعني احنا ما نقول يعني الذكاء الاصطناعي الذي ينتبه اليوم الى ما يكتب حوله او غير ذلك وليس جديدا بصفه عامه، وفي مجال السينما ايضا ليس جديدا، لانه الافلام هناك الكثير من الافلام حتى يعني ميغابوليس يعني الذي كان صور بالابيض يعني والاسود، في هذا استخدام للذكاء الاصطناعي بمعنى استعمال الاله لكي تنجز ما يمكن أن ينجزه الإنسان. هذه الفكرة الفلسفية الأساسية للذكاء الاصطناعي، يعني تقليد الإنسان على مستوى ما هو، ولكن نلاحظ بأن مجال الصورة هو مجال أثير للذكاء الاصطناعي. هناك برامج تعنى كثيرا بالصورة، هناك برامج تعنى بالترجمة، هناك برامج تعنى يعني بالكتابة، هناك حتى الآن جات جي بي تي مثلا الشات جي بي تي، يعني يبدأ من النسخة المجانية التي يمكن أن تكتب تطرح سؤال ويجيبك بجميع اللغات عما تريد، وإلى مثلا يعني البحث عن الصورة داخل جوجل أو غير ذلك، فهو يعني زاد من يعني تهويله. وفي بعض الأحيان لاحظوا مثلا ما الذي يقع حينما لا يفرق الشخص بين الصور، مثلا في بداية الحرب على غزة، الظالمة على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، كنا نلاحظ بأن الكثير من الناس اختلطت عنه بعض الألعاب الإلكترونية مع الواقع، خلط كبير جدا. المشكل الذي أصبح يقع هو كيف نربي الناس الآن أو نعلمهم خاصة من الأجيال الجديدة والناس العاديين على التفريق بين مثلا الفيديوهات أو الصور التي يعني تم إنجازها عن طريق الذكاء الاصطناعي والصور الحقيقية أو كذا.
لأن في بعض الأحيان أصبحت يعني الفوارق فيما بينها يعني هشة جدا أو تكاد تنعدم إلى غير ذلك. بالتالي هنا تكمن بالضبط يعني خطورة الذكاء الاصطناعي. يتلاعب بالعواطف، يتلاعب بمعلومات، يجعل هناك أيضا عنصر التضليل وعنصر التوجيه، وجعل الإنسان يبتعد أكثر عن الإحساس بالحياة وعن لذة الحياة. لاحظوا مثلا لو قمنا فقط ب يعني إحصائية صغيرة، كم نستغرق في اليوم من وقت أمام الشاشة أو النقر على الشاشة؟ هذه عملية بسيطة قوموا بها وسترون، وفي بعض الأحيان أن هناك برامج تعطي هذه العملية، كم بقيت من الوقت يعني، وستجد بأنه أصبحت لنا حياة على الشاشة، أصبحت لنا حياة على الشاشة. والجانب الآخر، هذا أنا أيضا تحدثت عنه إحدى الباحثات الفرنسيات إلزا غوداغ، وهو مترجم إلى العربية وحتى ترجمته هي أنا أسلفي إذن أنا موجود، ترجمه أستاذنا سعيد بن قراد المغربي، وهي هي تقصد إلزا غوداغ بمعنى أن الإنسان حينما يقوم بعمل أنا يعني جسيلفي من السيلفي، أخذ السيلفي، أنا أصور ذاتي، إذن أنا موجود. قلبت هذا، لم نعد نتصور ذاتنا من خلال الفكر ومن خلال الوعي، وإنما من خلال الصورة، وهذه الصورة المضخمة التي ضخمت الآن. ولكن المشكلة أنها كلما أصبحنا نسعى إلى التواصل بواسطتها، نحن حينما نصور ونر يعني ونضع هذه الصورة على الإنستغرام أو على أي موقع، يعني ما الغرض منها؟ هل هو فكري؟ هل هو تواصلي؟ لا، الغرض من تضخيم الأنا، خاصة أنا في المقهى الفلاني I am يعني very happy. وهذه مسألة عادية جدا، أن تشرب قهوة في زاوية، فهذا مسألة عادية لا تدعو إلى، ولكن الغرض منها أن العالم الآن قولبنا عبر الصورة، حولنا إلى كائنات فاقدة للحس. أنت تذهب ربما أن الغرض للذهاب إلى مكان معين هو التقاط الصورة في حد ذاتها، لم يعد أن تتمتع. من المفروض على أننا حينما كنا نذهب مع أبائنا إلى نزهة أو يأخذون الأساتذة وكذا، يجردوننا من كل الأشياء التي يمكن أن تتوهنا، بمعنى أن نستمتع بالطبيعة، أن نتحدث مع أنفسنا، أن نعيش علاقة طبيعية، أن نتأمل، لأن اليوم عنصر التأمل أصبح معنى أن تحمل نفسك وأن تذهب إلى البحر، إلى الجبل، إلى الغابة، إلى المكان الفارغ. هذه لحظة يعني ليست عادية ولا تحدث لكل الناس، هذه لحظة واعية الهدف منها هو التخلص من الحياة بمعناها الواقع المجرور المكرر. أن الذي يقهر ربما الفرق بين الإنسان العادي والإنسان المتأمل، أن الإنسان العادي يعيد الحياة بشكل مكرور، يعيش داخل العادي، ولكن الإنسان الآخر لا، المتأمل يحاول أن يجتازها. مرة كم طولة دائما أوقفيني أطيل. مرحبا دكتور وشكرا للمحاضرة. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يعني الرواي من حيث أنها يعني الواحد لما يقرأ النص بتفاعل معها ذاتيا، بخلاف الفيلم، لما الفيلم يأخذ الرواي ويحولها لسكرين بلاي وبعديها تصير فيلم وتصير بصرية، وهو الاختلاف. وطبعا أكبر مثال يعني هي مش رواي من الكلاسيكيات، بس روايات داني براون لما تحولت من رواية لفيلم، طبعا يعني كان المخيال للناس لما قرأوا الروايات يمكن أجمل وأكثر عمقا يعني من الفيلم نفسه أو من سلسلة الأفلام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا بتذكر العلاقة بين التصميم مثلا على الفوتوشوب وعلى الإلستريتر وحتى الكوميرشال فيديوز. يعني أنا بتذكر أنه ستانلي كوبريك كان يعني يغبط المخرجين الكوميرشال، الأفلام القصيرة اللي من 30 ثانية ودقيقة، لأنها بدها برضو يعني بدها مهارة جدا عالية. فإيش مثلا يعني الكوميرشال كيف ممكن يستفيد من الارت يعني؟ شكرا. لا أريد أن أطيل فيما يتعلق بالقسم الأول أو سؤالك الأول، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الأدب بالسينما إلى غير ذلك، ففيها الكثير من النقاش. أن نمر من الكتاب الذي تم إبداعه داخل دلائل اللغة منطوقة متمفصلة لها قواعد إلى غير ذلك، ومشاهدتي على الشاشة. هنا أنا شخصيا، وهذه أيضا من الأشياء التي أناقشها دائما مع طلبتي ومع أيضا الذين يكون يعني يهتمون أكثر بهذه المسألة،
لو ذهبنا بعد قراءة رواية أو قصة قصيرة لمشاهدتها بحذافيرها يعني داخل فيلم، أظن بأننا أفقدنا جوهر الكتابة الروائية، كثير من إشعاعها ومن ألقها. وأيضا سنتعسف على فهمنا للسينما، لأن الفيلم هو يعني في صيغة هو كتابة على الكتابة، وكتابة أخرى بآليات بصرية تختلف كليا، قد تشترك في بعض الألفائيات أو في بعض الأشياء التي تكون بينهما دوائر تقاطع، ولكن تختلف عنها جدريا. أعطيكم مثال، يعني قد نعود مثلا إلى إحدى الروايات الشهيرة لدان براون، أو مثلا مادام بوفاري أو كذا. مثلا أنا أقرأ مادام بوفاري، كان يعني فلوبير خصص لوصف قبعتها ما يزيد عن 11 يعني عن 11 صفحة، لا توجد في كل الأفلام التي حولت مادام بوفاري أو اشتغلت على مادام بوفاري. يعني مادام بوفاري التي كتبها، في بعض الأحيان أن فلوبير قال بأن مادام فلوباري يعني مادام يعني هي أنا. دونك كيف لشخص تماهى مع شخصيته إلى درجة أن الشخصية أصبحت هو يمكن للسينما أن تعبر عن هذه المسألة؟ دونك ربما أن ما قد يذهب بنا إلى الأدب قد يكون مختلفا تماما، قد تكون ديكورات حالة عامة. يعني حتى بالنسبه يعني للروايات العربيه مثلا الشهيره كروايات نجيب محفوظ او حسان عبد القدوس او غير ذلك. واتذكر هنا صديقنا بالمناسبه نود ان فيلم ليا زورلي، وعن قصه قصيره. انا قرات القصه القصيره لحنمينة وشاهدت الفيلم، وصراحه ان الطريقه التي مر منها صديقنا قيس الزبيدي من القصه القصيره الى مختلفه تماما. هنا تفهم بمعنى أن الاشتغال داخل السينما بالاستناد على رواية ربما قد تكون فكرة هي المثيرة، قد تكون شخصية هي المثيرة، قد يكون ديكور، قد يكون إحساس، وليست نقلا. يعني هدف ما يتعلق بالجانب الأول، يعني السؤال الأول، لأنه فيه كثير من الكلام. فيما يتعلق بالجانب الثاني المتعلق ب أظن حمولة يعني حمولة الصورة. نعم، الآن كما ذكرت في الأنواع المتعلقة بالصورة، أن الصورة يعني تجذب الكثير من المشتغلين في مجالات أو حقول أخرى، بالنظر إلى أن الجماهير الكبرى تصل إليها بسرعة، عكس القراءة. القراءة في بعض الأحيان قد يتوفر الكتاب، قد لا يتوفر، قد يعني الشخص يجد الوقت للقراءة، لديه أيضا يعني يهوى القراءة إلى غير ذلك. بعكس الصورة فهي يعني حتى ولذلك انتقدتها كثير مدرسة فرانكفورت كلها من جميع كل أعلامها، مثلا أشهرهم فالتر بنيامين أو هربرت ماركيوز إلى غير ذلك، لاحظوا بأنها تدخل في مجاهل الجماهيرية، وهذه الجماهيرية التي تجعل الإنسان ذو بعد واحد، وهو الكتاب الذي كان عند هربرت ماركيوز. يعني مثلا الإنسان ذو البعد الواحد، أنها تجعل الإنسان بمثابة الفأر الذي يعني الفئران تشبه بعضها البعض. ولكن نحن يعني حينما نتحدث عن العمل يعني الفيلمي الإبداعي، لا نجد بأن يعني تحدثت عن ستانلي كوبريك ومن عباقرة الفن السابعة، كل تقريبا كتبه كل أفلامه تعود إلى روايات أو إلى كتب هاري ليندون إلى ذلك. والكثير ربما قد طلع على أن ستانلي كوبريك هو الذي صور بأن أمريكا تضع رجلها على القمر قبل أن تذهب أمريكا بالفعل على القمر، واعترف بذلك. نعم، اعتراف بالأبيض والأسود، والفيديو رائج في بعض الأحيان يزال من اليوتيوب، في بعض الأحيان يعود إليه هو بصوته وبصورته في إحدى، وهناك من كتب هذه الواقعة. حتى وإن قلنا بأن هذا الاعتراف يعني ليس صحيحا أو جاء في ظروف معينة أو كذا، لنشاهد مثلا فيلمه الخاص على الأوديسة، أوديسيا الفضاء أو غير ذلك. لاحظ مثلا هنا كيف أنه استطاع بالفعل أن يجعلنا ننتقل من الحياة العادية إلى أن نصل إلى الفضاء. لاحظ مثلا فيلم جرافيتي، يعني
كله يقام في عوالم خارج الأرض، وفيلم أيضا من ناحية العلمية، يعني فيلم يمكنه أن يطرح الكثير من الأسئلة حول مفهوم الجاذبية خارج الكرة الأرضية، مستجدات الجاذبية إلى غير ذلك. ولكن الذي يهمنا هنا رغم أنه هوليودي والهدف منه استثماري، ولكن فيه سؤال عميق أو معين. بالتالي هنا في الغالب ما أن الصورة حينما تشتغل أو يكون رهانها يعني تجاريا بالدرجة الأولى تنتهي وتموت، كما قال غودار السينما تصلع ركاما، يعني التلفزيون يصلع ركاما من الصور سرعان ما يتلاشى ويموت، ولكن السينما تصنع الفن، بالتالي تبقى الأفلام. يعني هذا هو الفرق فيما بين الصورة ذات البعد التجاري الذي ينتهي بمجرد استهلاك أو تحقيق المراد من خلال إنتاجها، والصورة التي تريد أن تنتصر للفن، خاصة أن تنتصر للأسئلة الكبرى للإنسان أو للحياة داخل هذا الفن. يعطيك العافية. أولا أنا ما عنديش سؤال محدد. مغربي ولا بالله؟ سوري. أردني. أردنيا. يعطيك العافية أردنيا. يعطيك الصحة مغربيا. أنا ما عندي سؤال محدد، لكني راح يعني أداخل مداخلة، ما بعرف متى بدكم وقفوني. أول شيء شكرا على تزكية مؤلفين، أنا بحب أذكر بأسمائهم لأنه القراءة لهم كثير مهمة، ريجيز دوبوري وجيل دولوز وجي دوبور في مجتمع الفرج خصوصا، وأخيرا ذكر إلزا غودار، يعني تعريف بكتب بصراحة رائعة. أنا قرأت منهم اثنين، ما قرأت جيل دولوز الصراحة، لكن كثير عظيم. يعني كان بودي لو نحكي عن الخلط بين الصورة والحقيقة عبر الزمن، كيف انه في زمن مؤخرا خلال حياتنا احنا وعينا وكانت الصورة هي الحقيقة، اذا هذا الشيء مصور معناته صار، ثم جاء فوتوشوب وبرامج الايديتنج شو اسمه صارت في ايدين الناس، وتحولت الصورة إلى مش حقيقة، اختفت يعني، أو رجعت حتى إذا بدكم رجعت صور الجن ورجعت صور الأشباح والأطباق الطائرة، ثم رجعت بعد ما صار في كشف للتزييف رجعت نزلت شوي، ما بعرف شو راح يصير مع الذكاء الاصطناعي. فكرة تربية الطفل في هذا الجو شو راح تكون؟ بتذكر كمان بالعلاقة بين الصورة والحقيقة عبر الزمن، القبائل القديمة وليس فقط عند الهنود الحمر، هم بيقولوا دائما أمريكان الأصليين متعلقة بهم هذه الفكرة، لكنها في الحقيقة تشمل ثقافات عديدة، وهي أن كثيرا من الثقافات كانت تظن أن من يأخذ لك صورة فوتوغراف يسرق روحك، الخلط بين الصورة والروح. في الأديان القديمة لما كانت البروتستانت لما كانت الأرثوذكسية تمنع التصوير ثلاثي الأبعاد للسيد المسيح، في المقابل الإسلام يمنع تصوير كل ذي روح بالنسبة له اللي هي مش النباتات يعني، والحرب مع الخيال من سيفوز بالآخر بعد كل هالمعركة. يعني هسه الآن بعد ما صار في تشات جي بي تي ودال اي وميد جيرني وغيره غيره غيره ديفيوجن، من سيفوز الخيال البشري ولا الكلمة ولا الصورة بحد ذاتها؟ لأنه لم تتطور توليد الصور هذا التطور إلا مع اللارج لانجويج مودلز، وهو أن يفهم الكمبيوتر اللغة. يعني ليس ثمة طريقة لكي يفكر الكمبيوتر، مع انه بالاخر بيعمل جنريشن، بيعمل جنريشن بالبيكسل، هو انماط بيكسلز، بس حتى يعني حتى تصل لهذا لازم يمر الكمبيوتر بمرحله الذكاء الاصطناعي اللي ناتجه من مش الخوارزميه المحضه، هي اللارج لانجويج موديل. اولا انا راح اكمل، يعني معلش في مداخله طويله شوي، بتكون توقفوني وقفوني. بعدين في عندي بدي اشير لجيجيك، الفيلسوف سلوفوي جيجيك له مداخلة لطيفة جدا عن الافتراضي والواقعي، الواقعي في الافتراضي والافتراضي في الواقع. يعني في جلساتنا العادية وفي حياتنا الواقعية في جزء افتراضي من ضمنها الرغبة الجنسية، إذا نزعت الشيء الافتراضي ما يفترضه الإنسان بتروح الرغبة أصلا. مثلا يعني
بنفس الوقت في جزء واقعي في كل شيء افتراضي، يعني هو يعني بتحدث بشيء طويل عن ذلك وزكيه جدا. هلا نيجي على سؤال، سؤالين هم: هل سيكون ثمة أشكال سينمائية جديدة مع التقنيات الجديدة؟ بمعنى السينما بدأت زي ما بنعرف بفيلم العشر دقائق والخمس دقائق وكذا اللي كانوا يحضروا على جهاز مفرد، ثم وصلت للعشرين دقيقة وكذا في المسرح، ثم وصلت للشكل اللي كثير محبب اللي هو الشكل السينمائي اللي استمر فترة طويلة، لكنه هذا الشيء مش دائم، يعني مع اختلاف التقنيات حقيقي قد يتحول التيك توك إلى 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 مكان نذهب إليه للمشاهدة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني مسألة كيف تغير الأداة صانعها. الإنسان بيحمل الشاكوش، بعدين بصير الإنسان هو الإنسان والشاكوش معا، الفنان هو الأسلوب، بس في نفس الوقت حاليا عم نشوف انه الفنان صار او الانسان صار هو التكنيك او بعض التكنيكات، خصوصا لما تطلع على المشهد البصري للرسم، هذا التكنيك حكر على فلان، مع انه زمان كان الكل برسم بالوان زيتيه وبنفس الطريقه، واحنا نميز والله رنوار عن مش عارف مين بخصائص الصوره وليس بنوع اللون او بطريقه التشكيل. ف بس يعطيك العافيه. سوري. شكرا على الإضافات، وشكرا أيضا على السؤالين الأخيرين. أنا دائما يعني متفائل بالنظر إلى ربما أن الذي يفكر في ظاهرة معينة يمكن أن يعود إلى تاريخها. التاريخ يفيد هنا، اتجاه التاريخ يفيد بشكل كبير جدا. حينما مثلا ظهرت السينما قيل بأنها سيختفي المسرح وسيختفي السيرك، لم يختفيها. حينما ظهر التلفزيون قلنا بأنه ستختفي الإذاعة، لم تختفي الإذاعة. نعم بس يعني الميكانيزم كميكانيزم، الفكرة كفكرة. مثلا نحن الآن نشاهد بأن البودكاست هو تعويض للإذاعة بشكل عام، هو يعني إذاعة في زمن الرقمنة أو إذاعة في زمن دونك. أن العملية دائما فيها رهان على الإنسان، وبما أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي استطاع أن يقاوم وأن يتجاوز ذاته باستمرار وأن يخلق أشياءه وأن يطور ذكاءه، فهو قادر على أن يتجاوز كل لحظات التي يمكن أن يورط فيها ذاته. ربما أن الإنسان يخاف من أن تتجاوزه التقنية، تتجاوزه مثلا الذكاءات الاصطناعية إلى غير ذلك، ولكن هو صانعها يعني في النهاية. وفيما احنا حينما نتحدث عن هل ستظهر مثلا سينما جديدة، اعتقد على مستوى ان ظهرت فانما ستختلف على مستوى الجماليات، على مستوى الاساليب. مثلا حينما نشاهد الجزء الاول من فيلم افاتار، هنا شاهدنا سينما مختلفة تماما، باليات مختلفة تماما، باسلوب مختلف تماما، ولكن الميكانيزم السينمائي ظل هو هو، اللقطة ظلت هي. يعني مفهوم الممثل تغير، مفهوم الديكور الواقعي تغير، أصبح واقع آخر، أصبح افتراض آخر، أصبح بين انتقال آخر. دونك المشكل الذي ربما سيتعقد هو هل كل الناس حينما ستتجدد السينما، أن السينما هي فنون يتجاوز نفسه عبر قطائع وعبر يعني قفزات تقنية وآلية إلى غير ذلك. دونك هل يمكن للإنسان الذي يمكن أنه كان يبحث في السينما عن متعة بمعنى ما، يستطيع أن يجد أيضا آليات للاستمتاع بما يمكن أن يطرح من جديد على مستوى الأفكار التي ستحملها السينما؟ لأن السينما أنا بالنسبة لي، لأن الذي يهددها اليوم هو القاعة. هل الناس يتشبثون بالذهاب إلى القاعة كطقس كتقليد، أم أن القاعة ستنقرض كما هو الحال اليوم في الكثير من يعني دولنا العربية؟
هل مرتبطة بالسينما مثلا هذا الجو النقاشي الحميم إلى غير ذلك الذي يخص الأفلام والصورة ستبقى أم أنها ستتحول إلى استهلاك كباقي الاستهلاكات الأخرى وكما يعني هو الحال بالأفلام السيارة إلى غير ذلك؟ هذه ربما أسئلة كبيرة جدا يمكن يعني أن تفتح أيضا مزيد من النقاش فيما يتعلق ما جاء في سؤاليك. عندهم طابع إشكالي لا يمكن أن نجيب عنهم الآن وبصرامة. يبدو الوقت يقطعنا ما راح أسأل بسرعة بخصوص اللي تفضلت فيه عن جماليات الفيلم وجماليات صورة الفيلم. إذا بتتذكر يمكن الأفلام اللي كانت تنجز وتصور في الحقبة ما قبل فورة وهطول التقنيات الكمبيوترية كنا نجد فيها أبعاد وجماليات للصورة أفضل بكثير مما هو الآن في كاميرا الفيديو الرقمية. ما بتحس فيها يعني حتى الصورة تاعت الفيلم كنت تجد فيها عمق، تجد فيها مجال تكوين، حتى لو المصور نفسه مع الكاميرا الديجيتال الجديدة بيكون عاجز يعطينا نفس النتيجة اللي كانت تجيبها الكاميرا 16 ملم و 35 ملم. يبدو علاقة مادة السلولوز اللي كان فيها الشريط تقدر تفسر لنا سبب غياب هاي جماليات الصورة للفيلم السينمائي عن الصورة الحالية اللي بنشوفها بالأفلام كأنها كمان سهرة تلفزيونية أو كمان أمام مسلسل تلفزيوني، صورة يعني دأبت عليها دائما الصورة التلفزيونية بلا فرق. لكن السينما سابقا كانت تعطي كثير من الراحة للعين والبهجة. ربما أن هنا يحضرني أو تحضرني إحدى الحوارات التي كنت قد قرأتها للمخرج الإيطالي روسيليني. روسيليني كان يصور أحد أفلامي لم أتذكرها الآن، وكان يريد أن يصور لقطة مدتها الزمنية تتجاوز يعني الحجم الذي تدور بداخله الشريط الخام 10 دقائق كانت تتجاوز، ويتجاوز ايضا سخونه الاله يعني سخونه اله الكاميرا، لانه كلما اطلنا التصوير بالتقنيه القديمه كلما ارتفعت درجه حراره يعني الكاميرا وكلما تاثرت الجوده او تاثرت الجماليه. بما ان نقفز من هذه اللحظه التي فكر فيها روسيليني الى اللحظه التي اصبح اليوم ان الكاميرا اختصرت كل هذه المسافه والانتاج اختصر كل هذه المسافه، ومررنا من الصناعة السينمائية بمعناها الكلاسيكي الارتيزانال يعني إلى اليوم، هو في آن واحد له سلبيات بالنسبة لمتذوق السينما من قيمة الأستاذ يعني ناجح ومن الجيل أيضا الذي ازداد في زين يعني في جيل السبعينات، ويعني كان في بعض الأحيان أن تقطع أو يقع مشكل في معين ويجب أن تذكر اليوم أن السينما أصبحت تشتغل على الصورة في شقها الرقمي الذي أصبح يمكن استبداله من دعامة إلى دعامة، بالتالي أصبحت كما نقدم لطفل العجين من أجل أن يصنع لعبة، يمكن أن نقدم لمجموعة أطفال نفس العجين ونقول لهم مثلا يعني اصنعوا لنا من العجين يعني فرسا. هنا ما الذي يبقى؟ ربما أن الجميع إذا لم يتعرفوا على فرس قد نضع لهم أمام عيونهم صورة فرس، لكن كيف سيصلون إلى صورة هذه الفرس؟ كيف سيتخيلونه؟ ما الإضافات التي سيضيفونها؟ هنا تختلف العملية. فالصورة اليوم هي صورة عالية الجودة عالية الدقة، يعني يعني ما لم نستطع أن ننجزه أثناء التصوير يمكن تداركه داخل أثناء عملية المونتاج وأثناء ويمكن الإضافة، معنى أصبحنا نضيف ونزيل وهناك يعني إمكانيات كبيرة للمؤثرات وأصبحنا يعني نعيش تضخما في التقنيات. هنا ما الذي يبقى للسينما؟ يبقى للسينما عمق ما تصوره إلى أي درجة
يمكن للمخرج السينمائي أن يأخذنا إلى عالمه الخاص. ربما الآن من شاهد الفيلم الذي يعني عرض بلانتون، الفيلم يعني دوام دائم أو شغال دائم لذلك الذي عرض من يومين في مؤسسة شومان، نلاحظ بأن كل التقنيات متوفرة وكل إمكانيات متوفرة، ولكن الطريقة التي سلكها يعني المخرج في اتفاقه مع مدير التصوير كانت في بعض الأحيان تعتمد على الجماليات الأولية. هذه المسألة لم تكن متاحة آنذاك بالنسبة للذين اشتغلوا أو يعني انتبهوا إلى الطريقة. فمثلا حينما كانت ذاهبة عن طريق الأوتوستوب البطلة مع يعني كانت بالأول يعني في لقطة يعني لقطة ترافلينج عن طريق السيارة، والممثلة هنا وجهها هنا، بدأنا نشاهدها في الأول بالضوء كامل، وبعد ذلك بدأت الكاميرا تنزاح نحو اليمين لكي تصبح الممثلة في هذا الاتجاه، ويعني بدأ نصف وجهها يبدو مضيئا إلى أن تم التعتيم على وجهها. هذه العملية بطريقة القديمة أن تتحقق كم يلزمك من المال وكم يلزمك من كذا، الآن أن ربما التعبيرية اليوم التعبيرية لاحظ مثلا يعني الطريقة اليوم أن تصل إلى هذا النوع من تماهي مع الواقع كما هو، بعض الأحيان قد نقول بأنها ليست هاي كواليتي، فيها الكثير من التضغيف، فيها كذا لما يتم الاشتغال على الخلفية أو كذا. فالآن ما تقدمه الصورة بالمعنى الرقمي وأصبح أكثر تعبيرية إذا كان المخرج يتحكم في أدواته أكثر من العوائق التقنية. اليوم ربما قد ليست هناك عوائق تقنية كبيرة أو ليست هناك عوائق تقنية من السينما، ولكن بقيت المشكلة في الجماليات، في النفاذ إلى الأحاسيس، في التعبير، في يعني الفيلم أن يجعلنا نفكر أكثر في أنفسنا، في حياتنا، في ما هو إنساني فينا. هذا هو الجانب الأهم. شغال. بس للتنويه، مش موضوعنا يعني، محاضرة كتير قيمة ورائعة، بس في للتنويه بس عن كوبريك. كوبريك توفى طبعا 2001-2002 بعد ما في الوايد آيز عمل الفيلم عمل له نحس. بيقولوا إنه الفيلم عمل له نحس. بيقولوا إنه الفيلم كان فيه وعد سحري. أنا لاحظت في إشي هيك زي بدناش في عكوبريك، بس نزول على القمر بحد ذاته انترك سر، وما نعملش تصريحات تلفزيونية من كوبريك إنه هل سموه. طبعا أمريكا حاولت تتغطي الخبر في الصور اللي أظهرها في ريح. هلأ في بالإشي المستجد في الموضوع إنه في مخرج أمريكي هو وشقيقه شاب اسمه جونسون 2016-2015 أنا شفته على سيدي، عمل فيلم ما خدوهوش جدي، بس فيلم روعة جدا، فيلم داخل فيلم يثبت فيه، عمل إعادة مشهدية لصور كوبريك. وطبعا واحد من اللي شاركوا بالفيلم تم اغتياله FBI، ما عرفناش، بس أكيد عمل إعادة مشهدية لصور كوبريك إنه سيارة القمر، والفيلم بيثير الاهتمام لدرجة عالية جدا إنه العملية النزول على القمر. طبعا FBI ما عجبها وتدخلت وعملوا من ميزانيته الشخصية، هو شاب جمع مصاري وكذا. بس حبيت أنوه إنه حتى بتصل لمستوى التزييف المرعب، وإنه ثبت إنه نزول على القمر كان فيك، وأنا مقتنع بهذا الكلام. شكرا. السلام عليكم. طبعا أنا المحاضرة هذه يعني تمسني شخصيا بصفتي مصور فوتوغرافي محترف مصدر رزق التصوير. يعني بلشت التصوير من 1981، صورت حروب المنطقة كلها بالكامل، فأعرف ماذا تعني الصورة، وأعرف ماذا كيف تطورت الصورة، وأعرف كل التكنولوجيا
اللي ساعدت في تطور الصورة من أيام ظهور أول فوتوشوب. يعني يمكن أنا كان عندي برنامج فوتوشوب على جهاز ماك سعر النسخة الواحدة $30,000. طبعاً أنا مش دافعها، كانت وكالة الصحافة الفرنسية دافعتها. فإلى أن وصلنا الآن إلى مرحلة الـ AI، يمكن في هذا كمان إجابة على تساؤلات الأخوة الموجودين. أنا لا أعرف ليش دائماً التخوف من أن إحنا ندخل في عالم التكنولوجيا. عالم التكنولوجيا كثير جداً ممتع، وإنت أستاذ قلتها قبل شوي أنه في أحياناً بعض الصور أو بعض المشاهد لم نكن قادرين على أن نعملها بدون هذه التكنولوجيا الموجودة. فالتكنولوجيا هي لخدمتنا. دائما أنا بشوف الناس بتنظر إلى الجانب المظلم بالموضوع، بينما الجانب المشرق كبير جدا وممتع جدا. حتى مثلا على سبيل المثال في عمري أنا كثير من الناس ما بروح السينمات، واللي أكبر مني، بينما هي أنا بروح وبشوف وبواكب تطور. ممتعة جدا أنك أنت تشوف فيلم مثل أفاتار مثلا وغيره. يمكن كان ممتع أكثر مثلا لما شفنا ظهور بريف هارت، كان بتقنيات تميز بالصوت، تميز بالمؤثرات. أنت تقعد بالسينما تحس بصوت ضربة الحصان وصوت المطر وصوت كذا. الآن كمان مع تطور التكنولوجيا ومع تطور الـ AI، أنا شخصيا حتى بالنسبة لعمل التجاري زادوا زبايني لما صرت أستخدم الـ AI. أنا الآن بعطي محاضرات بالـ AI يعني، وبقنع الناس أنه لا بدك تدخلها. وبجمعية التصوير الأردنية يمكن يعني حضرنا فيلم قبل فترة هون عن الأعمى اللي بصور. هذا شيء يعني في السابق ما كنا قادرين أن احنا نحس بقيمة التكنولوجيا. وأنا أدعو، مش بس أتساءل يعني أو أسأل، أنه لازم إحنا نواكب هذا التطور. طالما إحنا مؤمنين بكل مجالات الحياة في تطور، تليفوننا هذا أول كان التسويق له كيف؟ كان التسويق له في جودة الصناعة، في البروسيسر. الآن صار التسويق له بس في شغلة واحدة، الكاميرا. فهذا تطور. ليش؟ لأنه الشركات المصنعة أدركت ما معنى الصورة. الشركات المصنعة عندها مستشارين نفسيين وعندها مستشارين وعند كل مجالات الحياة، حتى وصلت لأنه الآن أنا لازم أخاطب الناس بالصورة. وهذا السبب اللي هلا تليفوناتنا كلها إحنا نستمتع بالتصوير، بالسيلفي، بكل شيء. فبس يعني أحب أذكر إنه إحنا لا نتخوف، بالعكس مجال المتعة في مجال التكنولوجيا ومجال الـ AI الآن مجال ما كنا أول نحلم إنه نستمتع فيه. صحيح، أنا أوافقك الرأي في هذه المسألة. لم أظهر أي تخوف ما يتعلق بالتكنولوجيا، فقط أود أن أشير كأستاذ وكمربي إلى مسألة تربية تقنية على الصورة هي التي تحمينا. نحن في يعني حقولنا التربوية لم ندمج بشكل كبير ولو كمجزوءة كمصوغة صغيرة من 4 صفحات أو 5 حول تربية على الصورة، أنواع الصور إلى غير ذلك، ونترك الشباب يرتمون في أحضانها وتأخذهم ويستهلكونها بمعنى السلبي. دائما أن التقنية منذ أن بدأ الحديث عن التقنية لها إيجابيات ولها سلبيات. وربما أن الإنسان، لأن العلم بالنسبة لي لا حدود له ولا يجب إلجامه، لأنه يريد أن يجيب عن أسئلة كبرى لدى الإنسان بصفة عامة، ولكن ويمكن للعالم أن يشتغل في إطار تطوير مهارة معينة أو كفاءة معينة أو مجال معين، وقد يتلقفه الآخرون ويستعملونه استعمالا سلبيا. أنذاك حينما نعد جيلا جديدا أو نشأا جديدا على الانتباه إلى مخاطر الصورة، يمكن أن لا نخاف، لأنها هي صراحة جعلتنا نعيش ما كنا نتمنى دائما أن نعيشه، وهو أن نعيش يعني حياة مرفهة، حياة جميلة، حياة أكثر يعني تقلص من عذاباتنا نحن كبشر. تقليص الكلفة وتقليص الجهد المادي تصل إلى المطلوب بالنسبة ولكن رغم ذلك فإنه في مجال الفوتوغرافيا تأثر المجال بشكل كبير جدا.
وبقيت ربما أن استعمالات الصورة اليوم تقتصر، نعم هذا فيه نقاش، غير أنا أتحدث عن جانب إحصائي من خلال زملاء الممارسين مثلا المحترفين للمهنة الذين كانت لديهم استوديوهات في المدينة أو استوديوهات عشت أنا في نوستالجيا فيها وأخذ، لم تعد اليوم قائمة، كانت هنا في كل مدينة كانت استوديوهات للفوتوغرافيا يعني رمزي رمز، لم تعد ربما أن نفس العملية هنا بعمان، أظن أن هناك أو أن ربما استعمالات الصورة اليوم لخصت في مجالات إدارية. اليوم ما المطلوب منك؟ يعني الاي دي أو الباسبورت والأشياء الأخرى لم نعد نهتم بها. كنا مثلا حينما كنا نريد أن نخرج إلى نزهة، أول ما كنا نفكر فيه هو كاميرا واشتراء فيلم والتصوير والذهاب إلى التحميض عند اللافو وكذا. ثم كانت هناك يعني داخل المدرسة كان هناك تقليد الصورة الجماعية في نهاية السنة، لم تعد هذه الأشياء قائمة أمام حضرة الشيخ، وربما في كل واحد منا يحمل آلاف الصور الشخصية ولكنها مجرد ستوك، يعني لم نعد يعني صديقي رسمي يتحدث لأنه بالفعل أنا لدي ستوك ضخم، وربما لدي منذ يعني الكمبيوتر منذ الديسك العادي آلاف من صور. إلى هل سأجد الوقت الكافي للعودة إليها وتحليلها وكذا؟ ربما حينما أتقاعد يقول أنا زاد دخلي بعد الذكاء الصناعي ممكن. شكرا. مساء الخير جميعا. الاي اي ساعدنا بشغلات كثير من ناحية اقتصادية والاستمتاع والترفيه، يعني مثلا أنا بحب أسمع أغنية شيب أوف يو لأم كلثوم، من خلال الـ AI نقدر نعملها صورة ملونة وتغني بنفس الصوت. وغير هيك يعني ساعدتنا ربع صورة بألف كلمة، يعني مثلا خلينا نحكي على مستوى أنا كاتب طريقة عمل المنسف خطوة بخطوة في كتاب، مش نفس مثلا حدا مصورها على اليوتيوب خطوة بخطوة كيف نعمل المنسف. كل الكاميرات وأفلام الدنيا ما بتجيب كلمة ربما، جرب جرس كل الصور في العالم ما كلمة ربما. يس يس على مستوى تنقل لنا صورة احنا ما كنا نتخيلها، مثلا وثائقيات للسفر على المريخ، يعيدوا اشياء ما شو اسمه أشياء صارت قديما أو وثائقي حقيقي. وعلى مستوى الاقتصادي يعني مثلا فيلم التايتانيك وصلت إيراداته 2.25 مليار، يعني ميزانية دولة صارت ميزانية الدولة، يعني صارت المستثمرين يتجهوا لهذا الإشي. حتى كممثلين مسلسل شو اسمه فريندز وصل إيراد الممثل 1 مليون لكل شخص. على مستوى السينما مثلا لو أنا بدي أروح على السينما بدي أحضر أنا مسلسل مثلا، صعب أني أظل رايح جاي على السينما والتكت مثلا خلينا نحكي ب10 دنانير. عندي نتفليكس ممكن أني اشتراك شهري ب3 دولار في عليها كل الأفلام والمسلسلات، وصارت يعني شغلة بالسهولة مش إنه هالإشي النادر. أنا فهمت. كويس. فشو اسمه وين بتشوف مستقبل السينما؟ هل راح تكون ثلاثية الأبعاد موجودة عندنا؟ شو الأشياء اللي ممكن يعني تخلي تجذب المشاهد وتسليه أكثر، يعني أشياء متطورة ممكن يعني ما وصلتنا لحد هسه؟ أنا أتيك من يعني من مثال بسيط يقع لي وربما يقع للكثير من المهتمين بالسينما. كباقي المهتمين بالسينما عندي مثلا انخراط نتفليكس وعندي انخراط شاهد والكثير من المواقع الستريمينج، هذه في بيتي متوفرة بالإضافة إلى خزانتي البصرية. المشكل اللي صار عندي متى سأشاهد؟ كيف سأنتقي؟ نحن الآن هذا القصف الذي أصبحنا نعيشه هو مقصود لإزالة عنصر الانتقاء من الإنسان، يعني الذي يتحكم فيه الإنسان. صح،
ثم لأن الانتقاء يعني أولا البحث المسبق ويعني تكوين جانب النقد. فنحن الآن حينما شاهدنا الفيلم داخل نادي سينمائي وداخل قاعة، أولا استفدنا من النقاش، حجم الانتقاء، لماذا هذا الفيلم؟ لو أردت أن تشاهد فيلما على نتفليكس يمكن أن تدخل تبدأ وأنت تمسك التليكوموند يعني يعني الريموت أو يعني آلة التحكم أو جهاز التحكم عن بعد. المشكل هو أنك يمكن أن تظل لمدة ساعة دون أن تنتقي، وفي الأخير قد تأخذ هاتفك وتشاهد 20 فيديو صغير ودون أن تركز على شيء. هذا هو المشكل، هذا هو. وربما أن حتى هذا ما نسميه يعني الذكاء الاصطناعي هذه مشكلته، مشكلته هي أنه يعني الموضوع البصري يأخذ الناس ويجردهم العنصر الأساسي الذي هو. حينما كنا نذهب إلى القاعة نذهب من أجل هدف مقصود، لالتقاء أناس أولا نشاطرهم الحب والعشق، سينيفيليين يعني يعشقون السينما، ثم للتواصل، التواصل الحميم إلى غير ذلك. اليوم وأنت في بيتك لاحظ مثلا، لأنه لاحظ مثلا تطور تكنولوجيا اليوم على مستوى الصورة، ما الذي وقع؟ شاهد عائلات في المغرب متوسطة الدخل ليس من الذين، الولد في بيته عنده شاشته أو أكثر من شاشتين، البنت عندها شاشة، الشاشة في الصالون، بيت النوم الزوج وزوجته عنده الشاشة، حتى الزوج وزوجها لم تعد هناك حديث على المباشر، هي ربما مشغولة بمسلسلها. والله ما الذي وقع؟ أن الصورة هنا لم تعد جاذبة بالمعنى الذي نتحدث عنه، أنها تحاول أن تجعلنا نتواصل. وهنا يعني ببساطة كبيرة جدا، حتى حينما دخل التلفزيون إلى البيت كشاشة قبل أن تأتي إليه السينما من الداخل، أولا غير هندسة البيت العربي بصفة عامة. احنا كنا نجلس بطريقة دائرية، أصبحت أزيل منه طرف والتلفزيون وضع في مكان، وأصبح هو الذي يأخذنا إليه، لم نعد نرى في أعين بعضنا البعض، لم نعد ندوق. هنا عنصر التحول، نفس العملية بالنسبة لنتفليكس، بالنسبة لكل هذه العملية. وأنت تدخل وكأنك تدخل، هناك من يتحدث يعني معذرة عن هذا المصطلح، عن الزبالة الإلكترونية، كيف ننجو اليوم من الزبالة الإلكترونية؟ لأن في بعض الأحيان إحنا ما تحدثت، كنت أنت تحدثت مسألة عن القصف الذي نتعرض إليه، فأيضا الأفلام خاصة في بلداننا هم يسمحون لنا بالقرصنة، وهذه يعني وهذا السماح بالقرصنة في حد ذاته هو أمر مقصود في حد ذاته. أما في الغرب لا، حقوق المؤلف هي حقوق لا يمكن أن تنسخ فيلما أو أن تستعمله دون إذن صاحب. في بعض الأحيان حتى التلفزيون مثلا، إحنا مثلا عندنا في بلداننا عندنا لبي تي في، كل العائلات عندها لبي تي في اللي عندها ارتباط يعني بالنت. في فرنسا لا، الانخراط الشهري وعندها قنوات محدودة في التلفزيون أو التحميل، أي لابتوب تم التحميل عليه فهو يؤدي. إحنا عندنا، ولكن لماذا؟ هل هذا سخاء من الغرب؟ لا، هو إغراق، يعني إغراق مقصود لجعلنا لا ننتبه إلى ما. وبعد مدة، وهذه من خطورة الصورة بصفة عامة، محتم خطورة الأفلام السينمائية التي لا يتم انتقاؤها أو التي لا يمكن توجيه النقاش حولها أو الانتباه إلى، أنها تأخذنا إلى عالمها وبطريقة لا وعية نتملك ذلك العالم ونصبح جزءا منه. يعني هو يعني لا إجابة عنه. يعني أهلا بك صديق ومبدع، حقيقة هاي المحاضرة يعني المحملة بالمعرفة العميقة والفلسفة، ربما الأسئلة اللي أثارتها المحاضرة، ربما يعني الإخوان أجابوا عن بعض، طرحوا بعض الأسئلة اللي كانت ببالي. كنت بدي أحكي ربما عن تأثير الصورة على المعرفة الإنسانية، بحيث إنه هاي الصورة على ما يبدو قاعدة بتسرق كل عناصر المعرفة الأخرى. أيضا يعني ربما كان سؤال قريب من السؤال الأخير، بأنه
السينما هي الأقدر من بين كل الفنون على الاستفادة من كافة العناصر، وخاصة هذا يعني الحركة المجنونة للتقنيات. وبالتالي إنه هل الصورة السينمائية مستقبلا يعني راح تكون على حساب بقية عناصر اللغة السينمائية؟ هي يعني قد يبدو سؤال مشروع يعني في وبما أنه بتحكي عن النقد يعني هيك ونخرج شوية دخلك، إلى أي مدى تأثير النقاد يعني على الحالة السينمائية؟ هل ما زال عدنان مدانات، نور الدين الصايل الله يرحمه، طاهر شريعة، سمير فريد، يعني هاي الأسماء، هل ما زال تأثير النقاد يعني نفس التأثير على السينما؟ وأهلا وسهلا بك، ورح نفتقدك جدا. شكرا يعني صراحة كما افتقدتك في قابس. شكرا صديقي رسمي، يعني الكثير الحديث معك شيق ودائما يستدعي الكثير من التأمل. ربما في تجربتي الذاتية، وهي تجربة ربما قد نختلف حولها أو نتفق، كانت في جيلنا مسألة يعني مزدوجة. في الوقت الذي كنا فيه نقرأ كنا نبحث عن مشاهدة الأفلام، وكانت يعني وكنا أيضا نستمع. اليوم ربما لم تعد هذه المسألة، يعني لظروف اجتماعية وثقافية وسياسية لم تعد حاضرة. وفي بعض الأحيان كنا حينما نريد أن نذهب إلى فيلم كنا نتلقى في الكتب التي تتحدث عنه، أو نذهب إلى النقاد أو إلى النادي السينما. النادي السينمائي كان آنذاك في صراع إيديولوجي، وأنت تشاهد فيلما تتعرف على تيارات فلسفية، تيارات سياسية إلى غير ذلك، بمعنى أن وكنا حينما نشاهد نأتي متلهفين لكي نقرأ حول الفيلم أو ما كتب حول الفيلم، ولم تكن آنذاك النت أو تحميل الكتب أو غير ذلك، كانت خزانات قليلة جدا أو بعض الأسماء التي تعرف كيف تتحدث عن السينما. هو تحدث، أشار إلى نور الدين الصايل، أشار إلى الأستاذ عدنان، أشار إلى سمير فريد، أشار إلى الشريعة، أشار إلى هؤلاء كبار يعني معلمي السينيفيليا، يعني حب السينما، ولكن من جانب الشغف المتعلق بالإبقاء على الضائقة الجمالية وتحفيز أيضا الجانب النقدي. اليوم ربما أن هذه المسألة أصبحت تتراجع بحكم أننا مررنا من لحظة التأمل إلى لحظة الاستهلاك، والوسيط بيننا هم تكنوقراط. لأن اليوم مثلا إذا ما لماذا وصلت السينما إلى تلان هذا الاستهلاك المأزوم؟ هي لم تندثر، ولكن وأنا لا أظن على أنها ستندثر، دائما هناك تطوير لطرق التلقي. ولكن لماذا مرت؟ لأن عنصر وسيط دخل، وهو التقني أو التكنوقراطي، وحضر في كل شيء، وأصبحنا نتحدث أيضا عنه بمنطق الخبير. لم نعد نتحدث عن الإنسان العاشق والإنسان الناقد، وأصبح الناس في حاجة إلى التكنوقراطي أو الخبير، بالمعنى الذي يعطينا وصفات لحل مشكلات بسيطة يعني في وقت يعني وجيز ولتخطيها بسهولة. أظن أن السينما يعني فيما يتعلق بالمستقبل، وهذه مسألة مطروحة أيضا على النقاد، ودور الناقد اليوم، ما هو دور الناقد؟ وهل الناقد إنسان مرغوب فيه؟ أم أن كما حدث في فرنسا أيضا التي كانت فيها يعني آليات أكثر من أمريكا، فرنسا البلد الذي أسس للنقد السينمائي وللسينيفيليا يعني عشق السينما، وأيضا للدراسات السينمائية في شق معين كثير من، وأيضا البلد الذي توجد فيه القاعات التجارية والقاعات المتخصصة أغي السايب، معنى قاعات التي تجد فيها الأفلام التجريبية والأفلام الفكرية والذهنية والفلسفية يعني رواج لها. احنا هذه ما عندناش يعني للأسف، هي غير موجودة في أمريكا وغير موجودة في ثقافات أخرى، ولكن موجودة في فرنسا. دونك هنا يعني أن الناقد اليوم إذا لم يكن يعني منتجا
داخل التغيرات الحديثة للثقافة لخطاب أكثر يعني مرونة حول الأفلام وحول أيضا الظواهر المرتبطة باستهلاك الأفلام، يمكنه أيضا أن تجرفه هذه العناصر التي تحدثت عنها يعني التقنية. وهذا يعني كما قلت لكم ما وقع فرص كثير من النقاد كذا أصبحوا يشتغلون في إطار يعني الشركات الإنتاج كمستشارين ك يعني يعني ك ك ككتاب يعني سيناريو أو ما قبل، يعني يشتغلون في الترويج للفيلم أو أصبحوا يشتغلون داخل الفضاءات التي تعنى بما يسمى يعني بالخزانات السينمائية سينماتيك. هذه الرهان كبير اليوم على تجديد الخطاب السينمائي في حد ذاته. على أيين وقفت هدى إدانا بالتوقف، أشكر لكم سعة صبركم وحضوركم وتحياتي، سعيد بلقائكم هذا اليوم. شكرا. شكرا جزيلا لكم. بس بحب أحكي لكم أنه هاي آخر جلسة نادي سينما يوم الخميس، مش آخر واحدة بس، أنه رح تصير يوم السبت. احنا اكيد بعد رمضان، بعد رمضان والعيد احنا ما رح يكون في عروض افلام ولا نادي سينما. بعد رمضان ان شاء الله بنستأنف، لكن نادي السينما رح يصير اول سبت من كل شهر، مش اول خميس، اول سبت رح نعلن، وانتم كلاتكم على الجروب، فاهلا وسهلا فيكم، نشوفكم كل عام وانتم بخير.